السلام عليكم، اهلا وسهلا، الف مرحبا بكم. ان شاء الله كلكم بالف صحه وعافيه. فاليوم بعمل معاكم الاكاشي بالدجاج. المره اللي فاتت عملتها معاكم بلحم الدان، لكن اليوم بعمل معاكم بالدجاج، واتمنى انه يعجبكم. هاي ايفريوان، ويلكم تو ماي شانل. اف يو نيو هير ام ايشا فروم سيمبل ايشا، اند ويلكم ايفريوان. سو يو جايز، توديز فيديو وي جوينت تو دو اي ديليشس ديش. اتس كول اكاشي. And I did it previously. However, I did that with lamb meat, but today I'm doing it with chicken. It's absolutely delicious, and I hope you guys enjoy. طيب، أول حاجة بنبدأ بالدجاج، وممكن تستخدموا الكمية الحابين على حسب الرغبة. فأنا عندي هنا الكمية اللي كنت عاوزة، وحسيب جهز الدجاج عشان ما نتبله بالبهارات، وبنعمل الخطوات الثانية. طيب، حسي بتبل الدجاج بالبهارات، ويلا بنتظر زي 20 دقيقة لنص ساعة، ويلا بجي بعمل تتبيلة الدقيق مع البهارات عشان ما نشوي الدجاج. Thank you.
طيب خلاص كده، بعد ما تبلت الدجاج بقوم بشوي الدجاج، ويلا زمن الشوي بمسح في الدجاج شوية زيت. ممكن تستخدم الزيت العادي زيت النباتي، لكن أنا استخدمت شوية زيت النباتي مع زيت السمسم، ومسحت في الدجاج ساعة الشوي. فزي ما شفتوا الطريقة بسيطة جدا جدا وسهلة، وأي زول ممكن يعملها. فحبيت أشارككم الوصفة، وحسي بعمل معاكم سندويتشات للفطور كده. وحسي هنا عندي شوية شطة وشوية نعناع، ما ضروري نعناع لكن أنا بحب النعناع في السندويتشات والسلطات. وعندي شوية خيار والبصل الأخضر، وعندي شوية طماطم وشوية جزر في خل، وكبيت فيه شوية سكر. وعندي هنا شوية البصل الأحمر وشوية خس، وأحسي بستخدم الحمص وبمسحه في العيش. ويلا بضيف كل المكونات، وإن شاء الله تجربوا الطريقة دي، وبألف صحة وحال عليكم.
فأتمنى إنه الطريقة عجبتكم، ولو عجبتكم وما مشاركين طبعا ألف ألف مرحب بيكم، وأشاركوا القناة وبرضو فعلوا الجرس عشان يصلكم كل جديد. وإذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وتخلوا لي تعليقاتكم الجميلة، ولحد المرات الجاية أشوفكم على ألف خير، مع السلامة. Thank you so much for watching. I hope you guys enjoyed this video, and if you did, let me know by giving it a thumbs up, and also don't forget to subscribe and hit the bell next to subscribe so that you're notified every time I post a new video. And until next time, you guys, bye.